لا تنسى الاشتراك بقناة وتفعيل الجرس برجاء الاشتراك ليصلك المزيد من الفيديوهات. بيان مهم من صندوق الإسكان الاجتماعي بشأن سكن كل المصريين، أعلنت مع عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن نحو 20,000 مواطن تمكنوا وأمس الأول من تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني المخصص لحجز الوحدات السكنية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية سكن كل المصريين، وأضافت أن الموقع الإلكتروني شهد منذ أيام ضغوطات وكثافات كبيرة من الراغبين في الحجز، وهو ما أدى إلى شكاوى بعض المواطنين من عدم تمكنهم من تسجيل بياناتهم، مشيرة إلى أنه تم إجراء تحديثات بالموقع وهو حاليا يعمل بكفاءة عالية وعدد كبير يقوم بتسجيل بياناته بيسر. وأشارت مع عبد الحميد إلى أن عدد من اشتروا كراسات الشروط وصل حتى الآن إلى نحو 410,000 مواطن، بينما وصل عدد من دفعوا مقدمات الحجز لنحو 310,000 مواطن، وعدد من سجلوا بياناتهم على الموقع 255,000، مشيرة إلى أن تسجيل البيانات على الموقع مستمر حتى 28 ديسمبر الجارة. وأوضحت أن غدا الأحد 20 ديسمبر 2020 هو آخر موعد لسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمن يرغب في التقدم على مشروعات منخفض الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط خلال المدة المحددة كما سبق الإعلان عنها حتى يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2020، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني للصندوق للمواطنين فقط الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمنخفض الدخل يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2020. وأضافت مع عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه فيما يخص الوحدات المطروحة ضمن مشروعات متوسط الدخل إعلان المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، فسبق أن تقرر مدى فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني للصندوق حتى يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2020 بدلا من 21 ديسمبر 2020. تجدر الإشارة إلى أنه سبق فتح باب الحجز للوحدات السكنية بإعلان المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين للتقدم في الأول من نوفمبر 2020، وذلك فعدد من المدن الجديدة فيما يخص المشروعات ضمن محور منخفض الدخل، حيث تم إتاحة 12 مدينة على مستوى الجمهورية، وها بدر حدائق العاصمة 15 مايو، العبور الجديدة 10 رمضان، حدائق أكتوبر الجديدة، منطقة غرب المطار السادات، المنيا الجديدة، ملوى الجديدة، قسوان الجديدة، قنا الجديدة، سوهاج الجديدة. أما فيما يخص المشروعات ضمن محور متوسطي الدخل فقد تم إتاحة 11 مدينة على مستوى الجمهورية، وها بدر حدائق العاصمة 15 مايو. لا تنسى الاشتراك بقناة وتفعيل الجرس برجاء الاشتراك ليصلك المزيد من الفيديوهات.